دي إيزابيلا، إيطالية عايشة في أمريكا وبتحب الحياة وبتحاول تستمتع بيها على قد ما تقدر، وبتعمل أي حاجة تيجي في دماغها، وبتحب كل الناس وخصوصا الأطفال، وبتحاول تساعدهم باللي تقدر عليه. وشغالة حلاقة في صالون حلاقة بتاع أمها وستها ومعاها 2 صحابها كمان. ده بقى الأمير توم، أمير لافينا، وبيقضي أجازته في أمريكا، بس ما بيحبش أي حاجة في حياته، وحاسس إن وقته مش ملكه حتى، ولا هو المتصيف في حياته خالص. وأكتر حاجة بيكرهها إن كل اللي حواليه بينافقوه ومحدش بيقوله الحقيقة. فزهق من شعره وقال لولتر إنه عايز يحلق شعره. فولتر يتلخبط، بدل ما يتصل بأشهر صالون في حلاقة في أمريكا اتصل بصالون الحلاقة بتاع إيزابيلا. وإيزابيلا ما كانتش مصدقة اللي سمعته في الأول، وكانت فاكرة إن حد بيضحك عليها وبيعمل فيها مقلب، لحد ما راحت الفندق اللي قاعد فيه الأمين واتوهمت مين اللي شافته. وبعد كده قعدت تتكلم مع توم شوية، اللي اكتشف انها مختلفة عن اي حد يعرفه. وبعد كده واحدة من الخدمات من غير ما تقصد وقعت الكوبايات، فالست المدية دي هزقتها وعنفتها قوي، فصعبت على إيزابيلا وراحت تساعدها بكلمتين. وبعد كده بقت متضايقة من توم انه ما اتكلمش ولا عمل اي حاجة ولا طيب خاطر الست بكلمتين حتى، وقال لها طب انا هعمل ايه بس؟ فقامت قالت له تصدق انت ما تستاهلش ان احلق لك، خد المقصة واحلق لنفسك، وقامت سابته ومشي. فقام راح لها صالون الحلاقة وحب انه يصلح الموقف، وقال لها انت نسيت المقص بتاعك، وهي سمحته فعلا وقصت له شعره فعلا. وبعد كده قال لها ممكن توصليني؟ قالت له ماشي، وخرجت تتمشى معاه، وكان وولتر بالعربية بيمشي جنبه كنوع من الاجراءات يعني. فقالت له واحنا لو جينا يعملوا ايه؟ قال لها معرفش. وقعدوا يجي ورا بعض والعربية جيت وراهم. وبعد كده قعدت تقول له انا بحب النجوم قوي برغم انها ما بتبقاش باينه هنا من التلوث. وبعد كده قام شكرها وسابها ومشي. وراح لخطيبته تاني يوم، لقى امها بتقول انها مش لاقيه مصففين شعر وميك اب كويسين عشان يبقوا موجودين في حفل الزفاف اللي هيتم قريب بين توم وخطيبته ليزلي. فعرض عليهم وولتر صالون الحلاقه بتاع إيزابيلا، وكمان توم شكر فيهم جدا. وبعدها توم راح لإيزابيلا الصالون ومعاه عرض ياسمي ب$50,000 على ان إيزابيلا وصاحبتها الاتنين هما اللي هيبقوا مسؤولين عن الشعر والميك اب وكل حاجه بخصوص الزفاف الملكي ده. فطبعا طاروا من الفرحه وسافرت إيزابيلا وصاحبتها لافيينا، وتوهموا من القصر الملكي والمناظر الطبيعيه اللي هناك ومن الاوض بتاعتهم اللي هيقعدوا فيها كمان. بس على الجانب التاني بقى، توم ما كانش حابب اصلا ليزلي دي، وعايف ان ده جواز مصلحة، وابوه ومرات ابوه بيفرضوا عليه كل حاجة وما بيخلوهوش يتدخل في اي حاجة في حياته، وعايش في الحياة دي تيشا. بعد كده الست المدية دي قالت انها لازم تختبر إيزابيلا وزميلاتها عشان تعرفهم على قد الثقة ولا اي كلام، ونجحت إيزابيلا في الاختبار وسابتها تمشي. بس صاحبتها الاتنين زوهم ما عجبش الست دي، وقعدت تعلمهم بقى طول النهار اصول العيشة الملكية. وخرجت إيزابيلا عشان تستكشف المدينة وتشوفها، وعجبت بكل حاجة في المدينة والمناظر الطبيعية والسوق وكل حاجة، وكل الحاجات هناك كانت كأنها مظبوطة بالملي ما فيهاش حاجة خالص. لحد اما عدت إيزابيلا السكة واكتشفت بقى العمال والفلاحين والغلابة، والمنطقة الفقيرة دي كان اسمها حي السكة الحديد، ورجعت القصر وكانت بتوزع على العمال حلويات. شافها الأمين وكانت معاه خطيبته فتعرفوا على بعض. وبالليل بقى كانت عايزة تخرج إيزابيلا تتفسح هي وصاحبتها، بس هما كانوا تعبانين من الشغل طول النهار مع المدية، فسابتهم وخرجت هي تتفسح. لقيت توم في وشها، قالها ممكن تسمحي لي أتمشى معاكي؟ قالت له ماشي موافقة، بس عشان ما بحبش أمشي لوحدي. وخرجوا فعلا وراحوا الحي بتاع السكة الحديد اللي كان توم عمره ما راحه قبل كده، وكان دايما أبوه ومرات أبوه بيقولوا له إن الحي ده مكان خطر. بس لقى المكان لطيف خالص والناس اللي هناك كويسه جدا وبيستمتعوا بوقتهم، وعمرهم ما فكروا ابدا انهم يؤذوا حد، وقعدوا يستمتعوا بوقتهم ويرقصوا ويتبسطوا. وبعد كده اتعرفت إيزابيلا على طفله، والطفله وريتها مدياستها الصغيره الفقيه جدا اللي يعتبر ما فيهاش اي حاجه، وحست انها عايزه تساعدها. بعد كده قعدت إيزابيلا مع توم يتكلموا ويتفرجوا على النجوم ويتعرفوا على بعض اكتر واكتر، وقالت له انت على فكره في ايدك فرصه كبيره عشان تساعد الناس دي، انا اتمنى ان يبقى عندي نص الفرصه اللي عندك عشان اقدر اغير العالم. وبعد كده رجعوا البيت، وزي ما تقول كده اعجب بيها توم وكل حاجه بتقولها وبنظراتها المختلفه للحياه، وقال لها على فكره مش لازم تستني الفرصه عشان تغيري العالم، انت ممكن تخلقي الفرصه بنفسك.
وفعلا من تاني يوم قامت نزلت الشاي ووزعت على الناس وهي لدمع اي حاجة قديمة او اي حاجة يضايقوا بيها يساعدوا الناس والاطفال في حي السكة الحديد، وديتهم عنوان بواب القصي عشان يودوا الحاجة بتاعتهم هناك. وفعلا الناس ساعدوا بحاجات كتير ملت قط البواب، ودخل عليها توم وقال لها بتعمل ايه؟ قالت له سمعت كلامك وحاولت اخلق الفرصة عشان اغير العالم. لا وانا كمان هساعدك، وخد كل الحاجات القديمة اللي في القصر وخلى العمال يحملوها في العربية وخدوهم للاطفال في المدرسة وساعدوا الناس هناك، والاطفال وكلهم كانوا مبسوطين. بس الولية القريبة حماته قامت مصوراهم هما الاتنين مع بعض ونشرت الصور في الصحف، وطبعا لما ابوه ومرات ابوه شافوا اللي حصل قاموا طردوا ايزابيلا. بس الحقيقة توم قبل ما تمشي وقال لها ارجوكي ما تسيبنيش انا محتاج لك. قالت له لا انا اسفة انا شكلي عملت مشاكل من غير ما اخد بالي، ومشيت فعلا. ورجع توم لابوه ومرات ابوه وقال لهم ايه اللي انتوا عملتوه ده؟ قالوا له ده اللي كان لازم يحصل من بدري، انت فرحك بعد يومين. قال لهم بس انا مش عايز اتجوز. قالوا له لا انت لازم تتجوز عشان تنقذنا كلنا، لاننا مفلسين وعلينا ديون متلتله وحماك، بس هو اللي هيقدر يساعدنا، لاننا وعدناه اننا هنديله حي السكه الحديد عشان يستثمره في مقابل انك تتجوز بنته ويبقى تبع العيله المالكه. فحس انه بقى مجبر على كل حاجه في حياته، لحد ما جه يوم الفرح وسأل والتر. قال له لو انت كنت مكاني كنت عملت ايه؟ قال له لو مكانك كنت سبت كل حاجة ورحت للإنسان اللي بحبها، لان الحياة عمرها ما هيبقى ليها طعم من غير الحب. فقام شكر وحضنه وراح لليزلي قال لها احنا مش هينفع نتجوز لاننا ما بنحبش بعض. لقاها بتضحك وبتقول له او انا كمان والله مش عايزة نتجوز. فقاموا حضنوا بعض، وبعد كده سابها توم ومشي يروح لإيزابيلا وهو راكب حصانه وبيقول لها ما ينفعش الواحد بعد ما يلاقي القمر جنبه يرضى انه يعيش وسط النجوم، وانتي قمري وكل حياتي. وبيخلص الفيلم على كده. فلو عجبك الفيديو منساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتدعمني كومنت عشان اكمل، ولو ما عجبكش الفيديو منساش تعمل ديسلايك وشير وسبسكرايب برضه، بس تحبيني الكومنت عشان ابطل.